وشباب. فالنادي الاهلي هو الدعم الاكبر للمنتخبات الوطنيه. طيب خلينا نروح لزميلنا الاعلامي الاستاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني. يا استاذ محمد ازي حضرتك يا فندم؟ الفل عليك كابتن اسلام، صحتك بخير. وبضم صوت الاستاذ كابتن، يعني اتمنى الناس ترجع تتكاتف تاني حوالين منتخب مصر، وفي الاول وفي الاخر برضك يعني اسم مصر واسم المنتخب لما بيحقق نجاحات طبعا بتبقى حاجه كبيره، بتتحسب للكره المصريه كلها، بتتحسب للانديه ان انت عندك لعيبه كويسه. اللعيبه دي بيلعبوا فين؟ بيلعبوا في الانديه الكبيره، اهلي زمالك كبيره مثل سويسرا، الانديه اللي مشاركه في افريقيا. فان شاء الله يعني عندنا منتخب قوي، عندنا لعيبه عندها حافز يا كابتن وحضرتك طبعا لعيب دولي ولعيب كبير، فعارف لما اللعيب يبقى عنده حافز وعنده حماس ان هو عايز يحقق نجاحات معينه، فدي بتساعد طبعا المدير الفني وبتساعد الفريق ككل ان هو يقدروا يحققوا الحاجات اللي مطلوبه منهم. مصريين جيبوتي وسيراليون، انت بتتكلم في حاجه مهمه جدا يا كابتن، اللي هو انت طول يعني معظم فترات او تصفيات افريقيا المؤهل كاس العالم بتوعها قدام فرق صغيره، لكن طبعا ده مش هيحصل ان شاء الله مع مستر روي فيتوريا. اللعيبه كلها جاهزه، مستر فيتوريا على طول بيتكلم مع اللعيبه، وحتى في المؤتمرات الصحفيه مع الاعلام بيتكلم في حته ان خلاص ما عادش في فرق ضعيفه زي زمان. مستوى الهلال الافريقي لا التصنيف بقى الرابع والخامس اللي هو زي زمان، هم يخشوا يتغلبوا اربعه وخمسه، بقى الموضوع بقى مثال. فلازم تبقى داخل الماتش داخل مركز، عارف ان انت بتلعب بفرق يعني معظم افريقيا دلوقتي فيها لعيبه محترفه في معظم المنتخبات، فده امر مش سهل، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه في اللعيبه، عندنا ثقه في الجهاز الفني. ماتش جيبوتي ان شاء الله يبقى يوم الخميس الساعه 6 بتوقيت القاهره. معلش يا استاذ محمد، هل عندك اولا التمرين لسه خلصان دلوقتي اللي انا عارفه من شويه؟ اولا طمنا على اخبار التمرين. ثانيا انا بيني وبينك برضو وكل مره بتخش معايا فيها بقول لك نفس هذا الكلام، انا بالنسبه لي ماتش مصر وتونس الودي اللي كان في استاد الدفاع الجوي، الماتش ده مسبب لي ازمه بيني وبينك، يعني لانه ما ينفعش مباراه حتى لو وديه تكون ما بين منتخب مصر ومنتخب تونس وما يبقاش فيها جمهور باللي احنا بالمنظر اللي احنا كنا شايفينه. هل من المتوقع او ان احنا نشوف عدد من الجماهير او عدد كبير من الجمهور موجود في ماتش الجيبوتي يوم الخميس؟ يعني ان شاء الله الامن وافق على حضور 30,000 مشجع في الاستاد ان شاء الله. باذن الله اتمنى طبعا يعني هيتم طرح التذاكر بكره ان شاء الله الجماهير تحضر ويبقى في اقبال، وده ويعني واتمنى كابتن زي يعني منكم حضرتك يعني يحفزوا الجماهير ان هم يرجعوا تاني لمدرجات المنتخب. هيبقى في طبعا اتحاد الكوره والتنسيق مع وزاره الرياضه، هيبقى في برضك ناس هتحضر وهيحضروا الماتش باذن الله، في دعم جماهير للانديه ومراكز شباب ان هم جماهيرهم تبقى موجوده في المدرجات. يعني باذن الله كابتن يعني دي نقطه كانت يعني المنتخب بيعاني منها مش السنه دي بس، لا بيعاني منها في الفترات الطويله جدا. معظم اللعيبه الكبار اتكلموا عنها، صلاح اتكلم عنها في المؤتمر الصحفي واكثر من لعيب اتكلم، اللي هو يعني الناس يعني ترجع تاني تشجع منتخبات زي شفنا في 2006 وبعد كده في 2008 و2010 من حققت نجاحات مع المنتخب وقتها. بس يعني ماتش تونس يعني وفي ماتشات ثانيه كابتن يعني كان فيها غياب جماهير ما كناش متوقعين ان الغياب يبقى كبير بالدرجه دي، لكن ان شاء الله هيتم تدارك المواقف دي في الماتشات اللي جايه. ماتشات انت داخل طبعا ماتشات 32 ماتشات تصفيات كاس عالم، فترات النقاط طبعا نقاط مهمه، فباذن الله اللعيبه كلها يعني تبقى على قدر المسؤوليه، والجماهير يعني يفرحوا الجماهير اللي هتبقى موجوده ويبقى حافز تشجيع الجماهير في الماتشات الجايه بعد كل اللعيبه وصلت يا استاذ محمد ولا لسه؟ اللعيبه المحترفين؟ 22 لعيب موجودين النهارده يا كابتن في القران، محمد ومرموش وصلاح يعني هيتم النهارده بالليل، وباذن الله بكره القوام كله 25 لاعب هيشاركوا في المران بصوره اساسيه ان شاء الله. النهارده 22 لعيب كلهم موجودين محترفين، وصلوا كان اول ما وصلوا الاثنين بيكي وحمد فتحي وطارق حامد ومحمد شريف موجودين من اول اليوم، فاضل الثلاثه بس المحترفين كان اكثر امبارح. فباذن الله واللعيبه كلها الحمد لله التدريب خلص، كان في استاد القاهره، الاجواء الحمد لله كويسه جدا، اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها عندها حافز. يعني معظم اللعيبه بيتكلموا كابتن، معظمهم حتى كان موجود في كاس العالم سواء بقى الشناوي، فعارفين يعني طبعا اهميه. بيني وبينك برضو ما هو ما فيش يعني
يعني انت خلاص ربنا يكرمك في هذه المجموعه كاول المجموعه تصعد الى كاس العالم، فيعني ما فيش مثلا مباراه فاصله ما بيننا وما بين السنغال، لسه كنت بتكلم في هذا الامر زي ما كان، يعني اقصد السنه اللي فاتت يعني او التصفيات السابقه. يعني طبعا انت كنت قريب جدا من تاهل البطوله اللي فاتت وخسرت بضربات الحظ زي ما بيقولوا، ورغم الاجواء الصعبه جدا اللي كانت هناك كابتن كنت مصاحب للفريق الحقيقه، اجواء مش اجواء كره قدم خالص، مش عايزين نرجع خلاص مش هينفع نتكلم عنها. صح. لكن المجموعه طبعا يعني الحمد لله يعني فرصه للمنتخب ان هو يعني يتاهل ويبقى اول مجموعه ويصعد ويبعد عن المباراه الخاصه اللي بتسبب لنا ازمه كتير جدا، سواء في ايام برادلي وبعد كده مع كارلوس كيروس. ان شاء الله يعني المنتخب يتاهل، واللعيبه زي ما قلت لحضرتك كابتن عارفين يعني بيتكلموا على اللعيبه على قوه كاس العالم واهميه كاس العالم. نعم. والاهتمام الاعلامي والجماهير الكبير جدا مشاهدتهم كاس العالم، فعندهم حافز ان هم ان شاء الله يصعدوا كاس العالم ويفوزوا بهم افريقيا. نتمنى يا رب كل التوفيق وان شاء الله دعم ومسانده كبيره جدا لمنتخبنا يوم الخميس القادم، والكل يكون متواجد، كل جماهير المصريه تكون متواجده لدعم منتخبنا. شكرا جزيلا لزميلنا العزيز المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني الاول الاستاذ محمد مراد. الحقيقه يعني برضو عايز اقول لحضراتكم هي مباراه